ينتصر الصبر والثبات على كل الأشياء. رالف والدو إيمرسون. أوديو لابي تقدم: كيف تكتسب الشجاعة والثبات حسب الفلسفة الرواقية؟ حمل هذا المقال الصوتي والمزيد عبر audiolab.com. الاختباء هو عبارة عن حماية نفسك عن طريق عزلها عن الخطر الموجود في العالم. من البديهي أن يسبب الاختباء المستمر والعزل الذاتي المتواصل إحساساً بالعجز، فهو يجعل الفرد يؤمن بأن ما يختبئ منه أعظم وأكبر بكثير من طاقة احتماله، لأنه يفتقر إلى القوة والمهارة اللازمة للتعامل معه. للأسف يتسبب هذا في حرمانه من فرص عديدة في الحياة، لأنه لا يريد أن يواجه العالم. في الحقيقة هناك طريقة أفضل للتعامل مع الخوف. عوضاً عن العزل الذاتي والاختباء، يمكن أن نختار أن نقوي قدراتنا ونصبح أكثر مرونة تجاه الأشخاص والمواقف السلبية أو الصعبة، لكي لا تكون عائقاً أمام حصولنا على حياة جيدة. سيساعدك هذا المقال على بناء الثقة والشجاعة اللازمة لتعيش حياة سعيدة. ما هي الرواقية؟ الرواقية هي مدرسة فلسفية هيلينستية تأسست في أثينا من قبل زينون الرواقي في أوائل القرن الثالث قبل الميلاد. ويعتقد الرواقيون بشكل أساسي أن العواطف ناجمة عن أخطاء في الحكم، وأن إنسانا حكيما أو شخصا يملك الكمال الأخلاقي والفكري لن يعاني مثل هذه المشاعر. ماذا يعني الثبات تحديدا؟ الثبات هي القوة العقلية التي تمكن الشخص من مواجهة الخطر وتحمل الألم أو المحن بشجاعة. بالنسبة للرواقيين، الثبات هو فن تحصين وتقوية العقل بالمبادئ الرواقية لكي يصبح الفرد أقل ميولا للاختباء وعزل نفسه ويعيش الحياة بطريقة أفضل وبنظرة مختلفة. كان الرواقيون الأفضل في التعامل مع العالم باستخدام المنطق والعقل، وباستخدامهما أدركوا أن أشياء عديدة في الحياة لا تستحق الاهتمام. فآراء الناس الآخرين غير مهمة كما تعتقد، والسمعة الجيدة شيء كمالي. حسب الرواقيين، لا يمكننا أن نغير العالم، لكننا نستطيع أن نغير طريقة تفكيرنا، وبالتالي يتغير موقفنا من العالم. باتخاذ طريقة التفكير الصحيحة نتمكن من تخطي أي محنة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا عن طريق الممارسة. سينيكا: تقبل الواقع كما هو. يمكن أن يحمل الشخص معتقدات تقف عائقا أمام عيشه حياة سليمة. غالبا تسبب لنا معتقداتنا ومواقفنا تجاه الأشياء الجيدة والسيئة في العالم الألم، لأننا نعلق سعادتنا بتوقعات معينة نحددها لأنفسنا، وحين لا تتقابل توقعاتنا مع الحقيقة الحتمية نتألم. تمنى سيرينوس، صديق الفيلسوف الرواقي سينيكا، ألا يعامل الناس بعضهم البعض بجفاء واحتقار، فقال له سينيكا بأن هذه ليست الطريقة الصحيحة لرؤية العالم، وكتب له رسالة قائلا فيها: أنت تتمنى أن يكون الجنس البشري بأكمله غير مؤذٍ، وهذا مستبعد. أضف إلى ذلك: من يستفيد من أفعال سوء لم تنفذ هو من يقوم بتلك الأفعال، وليس من سيتأذى لو نفذت أفعال السوء تلك. لذلك عندما نغير نظرتنا إلى العالم، نحرر أنفسنا من عبء المقاومة وألمها. الحياة مليئة بالألم وبأناس وقحين وأنانيين وعنيفين. كلما توقفنا عن مقاومة هذه الحقيقة، نتمكن من مواجهة العالم بطريقة أكثر سلامة وعقلانية. في كتابه سلام العقل يقول سينيكا أنه إذا كنا نعرف بأن الموت هو مصيرنا لحظة ولادتنا، فسنعيش وفقا لذلك. أتيقن بأن الموت محتمل في أي وقت ولحظة من حياة الفرد يجعله أكثر ثباتا وقوة. لا يفاجئ وقوع سوء إلا من لم يوجه انتباهه إلا للسعادة والمتع. إبيكتيتس: تحكم بأفعالك ولا تهتم بما لا تستطيع التحكم به. يخبرنا إبيكتيتس عن أساس الثبات العقلي في كبح رغباتنا ومخاوفنا.
كل من يعيش في هذا العالم يرغب في الحصول على شيء ما، وهذا ليس بالضرورة شيئا سيئا، لكنه مرتبط بقواعد معينة. يقول إبيكتيتوس أن من يتقدم في الحياة يتعلم من الفلاسفة أن الرغبة تعني الرغبة في الأشياء الجيدة، وأن الخوف يعني الخوف من الأشياء السيئة. ويتعلم أيضا أنه لا يستطيع أن يحصل على السعادة والسلام إلا إن لم يفشل في الحصول على رغباته، وأن يتفادى تلك التي عليه أن يتفاداها، ويكون حذرا من الأشياء التي تعتمد على إرادته واختياره. يقول إبيكتيتوس أيضا أن الأشياء التي تفوق تحكمنا هي أشياء ضعيفة وصغيرة. إذا سمحنا للأشياء الخارجة عن سيطرتنا أن تؤثر علينا، فسنجد أنفسنا في وضعية مرهقة. لذلك علينا أن نكون غير مبالين بالأشياء الخارجة عن تحكمنا، لكي لا نترك لها المجال لتتحكم بسعادتنا. وبالتالي فإن ثبات العقلية يعني تقبلا كاملا وصحيا للأشياء الخارجة عن تحكمنا، وهي عادة أشياء إما نرغب في الحصول عليها أو نخاف منها. يقول إبيكتيتوس أنه على الفرد أن يركز كليا على أفعاله، وأن يراقب ويعمل ويستغل أفضل الرغبات، ويتخلى عن معارفه، ويقبل أن يكون مكروها من قبل خادمه، وأن يضحك عليه، ويظهر على أنه أسوأ من الآخرين في كل شيء. فإذا تخلى عن كل هذه الكماليات، يكون قادرا على اكتساب الرصانة والوقار والحرية والسلام. كريسيبوس: الحياة السعيدة هي الحياة القائمة على الشجاعة والاستقامة. يعتبر كريسيبوس أفضل الفلاسفة الرواقيين. بالنسبة لكريسيبوس، الحياة السعيدة هي الهدف الأهم، والذي يجب أن تكون كل أفعالنا مواجهة لتحقيقه. لتحقيق هذا الهدف، علينا أن نتبين الأشياء الجيدة من السيئة في هذا العالم، وأن نعيش حسب نوعية تجربتنا للأشياء التي تعترضنا في الحياة. وفي هذا السياق، قام الرواقيون بإنشاء نظام يفرق بين الفضيلة والرذيلة وما بينهما، واستنتجوا بأن العيش بنزاهة واستقامة يعني حياة سعيدة، وأن العيش بهمجية يعني حياة تعيسة. إحدى أسس الفضائل الرواقية هي الشجاعة، على عكس الجبن الذي يعتبره الرواقيون رذيلة. يمكن اعتبار الشجاعة حجر أساس في بناء الثبات الرواقي. يتطلب منا طريق الفضيلة أن نواجه مخاوفنا وألمنا. تمكننا الشجاعة من اتخاذ القرارات الصائبة وتحقيق أهدافنا بغض النظر عن العقبات التي تعترض طريقنا. ممارسة الرذائل اليومية كاستهلاك الكحول أو المواد المخدرة أو تعويض التحديات بأشياء تضيع الوقت كألعاب الفيديو، هو نوع من الجبن يمارسه الفرد للاختباء من المواقف الصعبة. المشكلة تكمن في أن هذه الرذائل تعطي الإنسان ملذة قصيرة المدى، تتبعها تعاسة عدم الوصول إلى الأهداف طويلة المدى، وتخلي عن فرص مهمة بسبب الخوف وعدم انتهازها، والشعور بالعجز والجبن لعدم قدرته على الفعل الإيجابي، مما يدفعه للشعور بالخزي والذنب. في الواقع، تجعل الجرأة والقيام بالأعمال الإيجابية المرء يشعر بعدم الراحة في البداية، لكنها تجلب له السعادة والرضا على المدى الطويل. يجعلنا تكريس أنفسنا لهدف معين ننتصر على الألم، ويجلب لنا السعادة ويحمينا من الارتباك والانهيار أمام الشدائد والمحن. ولتستطيع القيام بذلك، عليك ألا تهتم بالمواقف الخارجية لكي لا تتأثر اختياراتك. لذلك ركز أولا على نوعية أفعالك، وتأكد من أنها أفعال خيرة. كل ما يجري حولك هي أشياء ثانوية مقدرة أن تحدث وخارجة عن سيطرتك. لا يجب أن يؤثر المرض أو أي شيء آخر قد يواجهه الإنسان على قدرته على القرار والاختيار. عليك ألا تتمنى بأن تتغير الظروف. عوضا عن ذلك، عليك أن تتقبلها كما هي، وتتعامل معها بأفضل طريقة ممكنة. ماركوس أوروليوس: أنت تسيطر على أفعالك، ولا يمكن لأي عامل خارجي أن يغير ذلك. كان ماركوس أوروليوس حاكم روما أعظم الممالك في العالم. كان يعرف جيدا أقصى أوجه الحياة. لم تكن روما تخوض حربا مستمرة مع أعدائها فقط، بل انتشر فيها الطاعون أيضا.
علاوة على ذلك، عانى ماركوس من الكثير مثل الأمراض ومن خيانة زوجته فاوستينا له أيضا، وليتعامل مع كل الأشخاص الأشداء والخطرين الذين كان يواجههم كل يوم، ابتكر تمرينا رواقيا يسمى التصور العكسي، والذي يحصن العقل عن طريق تعديل توقعاتنا. كان ماركوس يشجع نفسه على العيش باستقامة، ولم يستطع أن يوقفه أحد أو يمنعه من القيام بذلك. ليس كل من يعترضنا يتمنى لنا الخير، ويحاول البعض أن يعيقنا أو يمنعنا من الوصول إلى مبتغانا، لكن بغض النظر عما يفعلونه لا نستطيع أن نلومهم على أخطائنا نحن، لأنهم غير قادرين على التأثير على قدرتنا في الاختيار. نحن مسؤولون تماما على اختياراتنا. يقول ماركوس أوروليوس بأنه إذا استصارك أو أهانك شخص فتلك مشكلته، عليك فقط لا تفعل أو تقول شيئا وضيعا أو مهينا، وإذا كان هناك شخص يكرهك فتلك مشكلته، أما أنت فعليك أن تكون صبورا وبشوشا مع الجميع بما فيهم ذلك الشخص، وتكون مستعدا لتريه خطأه ليس ببغض وعداوة، بل بطريقة صادقة وسليمة. استمع أيضا عبر audiolab.com على اليوتيوب.